حياكم الله مشاهدينا متابعي قناة دبليو تي في شاشة توطن، أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. بعد عام 2003 وسقوط النظام البائد، استبشر العراقيين خيرا بأن يكون البلد في تقدم نحو الأفضل وأن يكون هنالك بناء وأعمال، لكن لو نجي على الحقيقة والواقع نلاحظ أنه العكس صحيح. انتشرت مؤخرا كلمة ولا طابوقة، اللي معناتها اليوم الحكومة ما بنت ولا طابوقة بعد عام 2003 وأغلب بناء قديم. اليوم المشاريع اللي أنجزتها الحكومة هي ليست بالمستوى المطلوب. العراقيين كانوا يتأملون أن يكون الإعمار أفضل بالعراق وعموم المحافظات، لكن اللي صار على أرض الواقع أنه اليوم هذا الإعمار ما يليق باسم بغداد وجميع المحافظات. اليوم بعد عام 2003 عملية الإعمار اللي دا يصير هي بطيئة، وأغلبها اليوم حلول ترقيعية وليست جذرية. عندنا نقص بالمدارس والمستشفيات والبنية التحتية، للأسف جميع المحافظات اليوم تعاني من هذا الأمر. ولا طابوق هذا الشعار أطلق المواطنين والإعلاميين والشخصيات اليوم المعروفة في عموم العراق. اليوم نريد نعرف حقيقة هذا الأمر، هل فعلا ولا طابوق انبنت بعد عام 2003 أم يعني هذا الموضوع تضليلي؟ راح تعرف على تفاصيل أكثر من خلال ضيفي اللي موجود وياي واللي راح يشاركني الحديث. رحب بالأستاذ عدنان فرج الساعدي، الصحفي الاستقصائي. حياك الله أستاذ عدنان. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا. نعم أستاذ عدنان، ولا طابوق شعار حقيقي أم تضليلي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. قبل الإجابة لابد من العروج إلى مسألة مهمة، وهي أن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 حقيقة تعاملت مع الموازنة العامة بنوع من يعني التفريط بحقوق بعض المواطنين. لا زال هناك بحدود 30% من المواطنين العراقيين لا يستفيدون من هذه الموازنات، وهم تحت خط الفقر أو في خط الفقر. لذلك لابد من عمل، أن يكون هناك عمل مجهد من قبل الحكومات لأجل أن يكون توزيع الثروة بشكل عادل. الثروة الآن تقريبا يستفيد من عندها 75%، 25% ما يستفيدون من الثروة النفطية. نعم. هذا أولا. الشيء الآخر، بعد عام 2003 وبسبب يعني قلة هيبة الدولة في الشارع العراقي وغياب كثير من القوانين والردع، لاحظنا هناك نوع من الانفلات في جميع المجالات. لذلك تلاحظ انه الدوله ما مسيطره بصراحه على سواء كان يعني كل المجالات الاخرى، اقتصاديه، سياسيه، اعلاميه، تلاحظ هناك عدم سيطره للدوله في هذا الجانب. بخصوص السؤال اللي هو ولا طابوقه، نعم، بعض الإعلاميين وكثير من المواطنين الذين ساقهم العقل الجمعي إلى الحديث بالفعل يقول إحنا ما شفنا أي شيء، ولا طابوقة، ما شفنا مدرسة، ولا شفنا بناء مثلاً لمشروع، لجسر، لمجسر، لمصفى، وهكذا كل الأشياء إحنا ما شفنا بعد العام 2003. بل البعض يقول رجعنا إلى 500 قرن إلى الوراء. بالتالي هذا الواقع اللي يتحدث به المواطنين هو بعيد جدا عن الإحصائيات الرسمية التي تعطيها الوزارات، ولكن لا تنشرها بصورة صحيحة. الواقع يختلف بشكل تام. نعم أستاذ عدنان، اليوم المواطن يعني من يقول ولا طابوق انبلت، اليوم هو دا يحكي واقع حال. اليوم ماكو عمار بالعراق، يعني الكهرباء بقت على حالها من 2003 لحد هذا اليوم. اليوم أزمة المياه موجودة بأغلب المناطق وتعاني منها البصرة اليوم، الملوحة. نعم. وشحة المياه، عندك موضوع المدارس، عندك موضوع الواقع الصحي. فلاحظ أن كثير من الصفحات اليوم تنشر أنه موضوع ولا طابوقة، فهذا هو واقع حال اليوم بالعراق. المواطن يعني يقول هذا الكلام صحيح، يعني ما جايب أول مرة خلينا نتفق، أنت تقولين واقع حال كإعلامية لو المواطن العراقي؟ لا، المواطن اللي يقول. المواطن العراقي، إذا أنت غير متبنية لهذا الرأي باعتبارك محايدة. لا، أنا دا أنقل لك صوت الشارع. أحسنتي، تنقلين صوت الشارع. أول شيء اطلقت إلى موضوع الكهرباء. نعم. وقلت إنه نفس الشيء، يعني إحنا ما شفنا شيء جديد. الكهرباء في عام 2003 بعد سقوط النظام، أي
يعني العراقيين مش شافوا الكهرباء من 1921 الى 2003 كان النتاج هو 3750 ميجا واط. نعم. اليوم اللي احنا لحد 2019 خلينا نقول اليوم زي. اليوم عندنا تقريبا 22000 ميجا واط، يعني ايش قال لك زياده؟ احسبيها من 4000 الى 22000 ميجا واط. نعم. اكو سبب هنا راح تقولي لي زين استاذ عدنان شو هاي؟ من بين يعني المواطن؟ من 14 الى 15 هيش تقريبا. شلون؟ من 14 الى 15. لا لا الان عندنا بحدود في عام 2019 19 ونص، اليوم عندنا 22000 ميجا باعتبار زياده تقريبا بحدود خمسه اضعاف او سته اضعاف زين ما كان عام 2003. بس السؤال ليش ما تكفي؟ ليش تنطف الكهرباء؟ شنو السبب؟ سبب بسيط اليوم جدا. اليوم المواطن يريد كهرباء لانه المواطن يريد كهرباء، بس المواطن في نفس الوقت طبعا المواطن والدوله. المواطن والدوله اكو حقوقك وواجبات. لما توفر الدوله كهرباء معينه لازم المواطن يتعاون، اولا لازم ما يتشطل. من اين؟ ثانيا هاي ثلاث اشياء مهمه في الكهرباء. زين. اولا لازم ما يتشطل. ثانيا لازم يدفع الفاتوره. ثالثا لازم يرشد. زين استاذ عدنان المواطن يقول هي وين هالكهرباء اليوم حتى انا ادفع فاتوره؟ هو سؤال. شوفوا وحده مترابطه بالله. لما يكون الكهرباء 22000 ما تكفي، انا اقول لك لو سوى 35000 هم ما تكفي. لسبب. شنو السبب؟ عندك انت برميل كبير بس ب 50 ثقب. زين. فبالتالي كل ما تخلي مي او بنزين راح يوقع وما يبقى بالبرميل. نفس شغله الكهرباء هذا الموضوع، وراح اعطيك دليل. الان عندنا منطقه في الرصافة اسمها زيونة. نعم. ومنطقة أخرى اسمها جميلة وحلو القدس. ومنطقة في الكرخ اسمها يرموك. زين. الآن راح أعطيك مثال وخلي سمع المواطن اللي هو في زيونة. كان استهلاك مدينة زيونة 50 ميجا واط. كان الفواتير المجموعة للدولة 5%. يعني 5% من سكان زيونة يدفعون فاتورة. هاي اثنين. وكان هناك عدم ترشيد. اجى مقاول تفاهم ويا الدوله انطوا برنامج يسموه الجبايه والترشيد. المواطنين يسمونه خصخصه، خلينا نتفق ماشي خصخصه. هذا المقاول اجى اول شيء قطع التجاوزات، ثانيا بدا يجمع الاموال من المواطنين، وثالثا المولدات طبعا طفت المولدات الاهليه. نعم. وثالثا صار ترشيد. ليه صار ترشيد؟ استاذ عدنان انا من سكنه زيونه بصراحه نعاني من مشكله انه المولدات الاهليه لغت، بالتالي الكهرباء تطفى بين فتره واخرى، يعني صحيح. يكون عطل لمده ثلاثة ايام اربعه او احتمال يوصل لاسبوع. ما يخالف. زين احنا شو نسوي؟ لا راح احاسبك على السنه. انت حضرتك من زيونه. نعم. الان السنه 365 يوم. حضرتك الكهرباء بشكل يومي هي موجوده يعني عندك. يعني استاذ عدنان المحاول اليوم ما اشتغل هو من جيبه. شوف هي شوف جواب. يعني كهرباء الدوله. المواطن العزيز الان الاخت هبه بدها تناقشني. اكو كهرباء لو ماكو كهرباء؟ هي تقول اكو كهرباء بزيونه. اكو كهرباء. لكن تطفى بين مرات تطفى واحنا عندنا مشكله ماكو مولدات. نلاحظ انه مع نهايه الشهر انه يستمر الانقطاع. دقيقه. يعني اول مره خلينا نتفق على اساسيات. زين. الكهرباء انت الان اهل زيونه يسمعون واهل المناطق المجاوره والست هبه اللي مقدمه البرنامج. نعم. اكو كهرباء بزيونه 24 ساعه لو ماكو؟ اكو. مو 24 ساعه جيد. يعني استاذ تدفعون عدنان. الفاتوره بشكل شهري لو لا؟ اي نعم تدفعون. جيد. الان من صارت الفاتوره انتم كنتوا تستهلكون 50 ميجا واط قبل الترشيد وقبل موضوع الجبايه. الان وزاره الكهرباء يقول اهل زيونه يستهلكون 25 ميجا واط. جيد. الدولة استفادت 25 ميجا واط حولتها إلى أماكن أخرى. الفاتورة من 5% كانوا يدفعون الآن 100%. المولدات الأهلية عزلت والترشيد جيد. يعني المواطن مستفيد، الحكومة مستفيدة، هاي اثنين، والمام مستفيد أو المولدة اللي راح بغير مكان. ننتقل إلى شيء آخر؟ لو عندي شيء على الكهرباء. زين مو أستاذ عدنان يعني اليوم المولدات الأهلية لغت. ومن خطير. دا يصير عطل اليوم العالم دا تتضرر. منو يتضرر؟ المواطن. ليمتى يتضرر؟ يتضرر لان مثلا من يصير عطل بالكهرباء هاي حالات يسموها حالات استثنائيه. الانسان لا يمشي بالحالات الاستثنائيه، الانسان يمشي بالحالات المستمره. انا قلت مثلا عندي هاي السنه 365 يوم،
خل افترض 300 يعني يوم. يعني استاذ عدنان، اليوم شركات الخصخصه هي ما جابت شيء من جيبها، اليوم هي محطات الدوله وكهرباء الدوله وسيارات الدوله وصيانات الدوله. هذا كلام غير صحيح، كلام غير يقولون صحيح. يقولون يعني انا ليست لي علاقه بالمقاولين ولا اريد ادافع عن المقاولين، انا اتكلم اليوم باسم مواطن يحب الدوله. نعم. لا يحب الحكومات، لا ينسجم مع الحكومات، ينسجم مع مشاريع الحكومه المدره بالخير للمواطن، نعم، لكن اي مشروع او اي قرار ضد المواطن انا ضد الحكومه، هاي واحد. لكن انت اذا تحاكيني في مفرده اسمها الكهرباء. نعم. قلت ما موجود كهرباء، قلت ليش؟ بالدليل عندي 5 أضعاف ما كان 2003. زين. هذا سكوت اولا، ثانيا قلت اذا ليش ما تجا الكهرباء؟ يعني اليوم انت تذب السبب انه على العالم اللي تشطر على الكهرباء. طبعا. تدرين ايش قلت؟ لا 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 خلي اسمع المواطن. الكهرباء المنتجه 22000 ميجا وات. التشطيل يعني مجموع الطاقه المنتجه ومشطلين عليها المواطنين وما محسوبه عند الحكومه وماخذيها بدون فلوس 65% من الطاقه المنتجه. زين استاذ عدنان، المواطن ليش ده يشطل اليوم؟ المواطن يعني ما دا يفهم الصيغه، المواطن لازم يكون مثل يعني المواطن المصري. ما عنده كهرباء يضطر انه يشطل. راح انطيس فقره ست هبه وراح توافقيني بها، اللي هي شركه سيمينز اسست محطات في مصر، وهذه المحطات كانت نافعه للمصريين وانقطع بها موضوع القطع المبرمج وبدوا بالفعل عندهم 24 ساعه. ليش؟ لان الشركه نصبت مقاييس في داخل كل بيت، بمجرد ان يتم التلاعب بالجهاز يأشر بالمحطه الرئيسيه ان المقياس الفلاني يتم التلاعب به الان، تجي مفرزه توقف قدام البيت وتحاسبه، هذا اولا. ثانيا المواطن اللي ما يدفع فلوس، اذا تسمحي لي، المواطن اللي ما يدفع فلوس لمده 3 أشهر ما يدفع القائمه، يجون ينصبون له مقياس يسموه مسبق الدفع، بالضبط نفس الكارت مال الانترنت، الكارت مال الموبايل. تخلي الكارت تجي الكهرباء، ما تخلي الكارت ما تجي الكهرباء. زين. من يصير عندنا هي الطريقه الكهرباء تكفي وزود. وبرايك شو وقت هاي الطريقه تصير بالعراق؟ نعم؟ شو وقت هاي الطريقه تصير بالعراق؟ لازم الاعلام اولا احكي بصراحه، الاعلام العراقي اليوم اغلبه ضد الحكومه. واكو فرق ان تكون ضد الحكومه او ضد الدوله، لكن المواطن يعمل الاعلام مع الاسف يعمل بمهاجمه اي مشروع للدوله. نعم. بدليل 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 من اي ناحيه يعني يهاجم؟ ست هبه، بدليل انه في عام 2016 اعتقد قاسم الفهداوي وزير الكهرباء السابق لما طرحوا موضوع الخصخصه او الجبايه والترشيد انبرى اكثر الاعلاميين، ما اريد اذكر اسمائهم لان خفت تنحرجون بالقناه، انا اذكرهم بصفحتي الشخصيه. نعم. انبرى هؤلاء الاعلاميين تحت شعار لن ندفع وقاسم ديزر وهكذا، وبالتالي افشلوا المشروع بتظاهرات وحمله اعلاميه من كافه الفضائيات. لو كان هناك تعاون من الفضائيات في موضوع الترشيد، في موضوع كيفيه استخدام الكهرباء للمواطن، كان على الاقل المواطن افتهم. استاذ عدنان، اذا هي اليوم دوائر الدوله يعني ما عندها ارشاد بالكهرباء، يعني اكيد حضرتك عندك سياره بالليل يعني من تفوت بشارع مثلا بدائره او مثلا وزاره تشوف الارضيه كلها مشتغله. ما فهمت السؤال. يعني اليوم دوائر الدوله والوزارات اصلا ما عندها اي ارشاد، يعني اكيد حضرتك عندك سياره. هاي نقطه سلبيه، اتفق وياك. نعم. نقطه سلبيه ان يكون، لا مو بس هاي، مو بس هاي. تريد اليوم المواطن يرشد بالكهرباء؟ لا، هي الحكومه ما عندها ارشاد. ستهبه، عندنا اكو انفلات في داخل الموظفين، موظفي وزاره الكهرباء اللي صاروا تقريبا 150 الف موظف بعد ما كانوا 30000 موظف عام 2003 تقريبا، الان 150000 موظف، ولكن هذا موظف الكهرباء يجي للبيت يقول له شنو شو القائمه مالتك هوايه؟ يقول له المواطن مو انا يعني عندي سبارت، يقول له ادري السبارت ليش ما تسويها شطل؟ تصوري قارئ المقياس هو يعلم المواطن على انه يشطل وما يرسل الكهرباء. هاي الحاله وين صارت؟ نعم؟ وين صارت هاي الحالة؟ هاي الحالة صارت في مناطق البلديات. وأنا متقصي في هذا الموضوع. ووزارة الكهرباء تسمعني وأنا مستعد. يعني موظف الكهرباء هو اللي طرح على المواطن موظف هاي الفكرة؟ الكهرباء هو اللي يخلي المواطنين يقول لهم، مرة يقول لهم شطلوا لا تخليه يجي، حرامات يجي يكلم. قال هو قال له شو هذا البيت؟ البيت هذا هسه أخذت من عنده 15000، أنت ليش 50000؟ قال له مو أنا عندي سوالف وهاي، قال له أي تشطل. ست
العزيزه، احنا نعم. هذا ننتقل الان في موضوع الكهرباء، قد ياخذ وقت طويل من عندنا. نعم اخذنا ممكن ننتقل وقت موضوع اخر. يعني اكيد هو الوقت لك يعني مفتوح استاذ عدنان. اكو سؤال. نعم. اللي اطلقوا كلمه ولا طابوقه، شنو المعنى مالتهم؟ شو يريد يقولون؟ احنا جايك على هذا الموضوع يعني استاذ عدنان. عندنا موضوع اليوم الماء. الماء. ازمه المياه اليوم الموجوده بالعراق. ليش ما تنحل؟ شنو الاسباب؟ جيد. تريد نبدي بالبصل وبغداد والمحافظات القريبه؟ انا طبعا مسافر الى دول عديده، قسم من عندها سفر يعني ورش اعلاميه. نعم. وقسم دورات والقسم الاخر سياحه. فشفت عمان وشفت اسطنبول وشفت بيروت وشفت طهران وشفت السعوديه وشفت مناطق اخرى كثيره، دول اخرى. بالتالي تعامل المواطن مع الدوله يختلف تماما مع تعامل المواطن العراقي مع الدوله. طبعا قد يكون هناك تقصير من الدوله والتقصير من اجهزه الشرطه، من مكافحه الارهاب، التقصير من الجيش العراقي. ليش تقصير؟ لانه ما يساعدون على تطبيق هيبه الدوله في داخل المدن. هذا هيبه الدوله مهمه جدا. نعم. في هذا الشأن انا شايف في سوريا المواطن يغسل السياره مالته، راح تستغربين، ببطل مال مي مال بيبسي. زين زين، انت شايف المواطن مالتنا شلون يغسل السياره عندنا؟ بالصندج قد يبقى بها؟ سؤال صحيح؟ هاي واحد. ثانيا، كم مواطن ومواطن يخلي السونده مال مبرده مشتغله مباشر وهي تذب مي بشكل وبالساقيه برا وعلى طول ساعات الحراره قبل ما تصل المبرده؟ هاي اثنين. عندنا استخدام سيء جدا في قضيه الترشيد في الماء. هذا موضوع اخر، خل اجي على الماء. عام 2003 عموم العراق تقريبا ينتج 4 مليون متر مكعب. زين. الحكومات الحاليه مع بين قوسين مع الفساد مع كل الاشارات السلبيه عليها، لكن انتجت اسست مشاريع ماء في القرى والارياف والنواحي والاقضيه بحيث رفعت النسبه من 4 مليون الى 8 مليون. فقط في بغداد كان نسبه الماء مليون متر مكعب واحد. اليوم 4 مليون متر مكعب. راح تقولي لي اكو مناطق في محيط بغداد، في اطراف بغداد بها شحه. بالفعل صحيح. والله العظيم لو كان هناك ترشيد، اولا لو كان هناك سعر يعني كل شيء يعتبر يسمونه ببلاش، المواطن ما يهتم. يعني استاذ هو الموضوع بالترشيد، لو اليوم بالشبكات اللي اغلبها اليوم يعني متهالكه وتالفه ما توصل مي لاغلب المناطق. اعطيني المناطق اللي ما توصلها مي. عندك اطراف بغداد ما يوصلها مي. يعني مثلا هسه انا قلت النهروان بها شحه واحد، اطراف في معسكر الرشيد يم منطقه معمل بيبسي بالزعفرانيه اكو بها شحه، مناطق زين اخرى. زين استاذ عدنان، عندك علم اكو مناطق اليوم يعني تجينا مناشدات من ناس اللي يعني يجيها المي ساعات بمركز بغداد. جي سؤال هنا، انا لما يكون هناك اكو نوع من الجفاف وانت تتبرعين على دجله المناسيب مالته منخفضه، اذا تعتمد الدوله على قضيه يسموها المراشنه، خل اعطي للمواطن فد فكره على مود يتعامل ويا الوضع. انت اليوم قرات التقرير اللي نشره في بريطانيا حول كيفيه التعامل مع الغاز والكهرباء. نعم. دعوا النساء في المطبخ ان تقلل الطهي من الساعه 2 الى الساعه 9 بالليل. زين. لان عندهم مشكله بالغاز. الان من ساعات عندهم مشكله بالماء في بريطانيا، كانت هناك طائرات تراقب اي مساحه خضراء يتم الرش بها. ممنوع ترشون بالحدائق، ما طول عندنا ازمه بالماء. هذه الاشياء في بريطانيا الان تحدث، في دول اخرى تحدث. احنا بالعراق خلينا نروح العمان. العمان مقسمه. يعني مثلا اكو رصافه وكرخ. نعم. اكو بلديات زيونه راشديه، هاي يطون مثلا للبلديات يوم الاثنين من الساعه 9 الصبح مثلا للساعه 9 بالليل. هذا يوم البلديات، ويطون يوم اخر لمن؟ الى الراشديه، يطون يوم اخر الى الشعب، يطون يوم اخر للاعظميه، وهكذا الحي العامل للدوره يقسمون بغداد يسموها المراشنه، بحيث كل واحد كل محله او كل قضاء او كل محله. احنا ما نقدر نقارن نفسنا بالدول. اسمحي لي، احنا عندنا اليوم كل محله ملايين. اقول كل قضاء
او محله يوم واحد بالاسبوع. تقولي لي لازم احنا مو مثل عندنا انهار، بالفعل عندنا انهار، مو بس, بس أنهار. يجب الترشيد يا اختي العزيزه هواية. المواطن يجب ان يرشد هذا التانكي مال الماء 1000 متر 1000 لتر 1000 لتر تحسب الدوله كانت الى قبل سنتين. استاذ عدنان عندك علم منطقه بغداد وحده بها 4 ملايين نسمه؟ قصدك شرق القناه؟ اي طبعا، وهي والرصافه خلينا نقول 5. شلون نطيها اليوم احنا يوم واحد مي؟ جيد، احنا ما نقدر نطيها، بس نقول يا ابو المبرده هي تشتغل بهاي الطريقه، عندي انت تغسل سياره اشتغل بهاي الطريقه، كل ما تفتح بوري هو يقل الماء عن منطقه اخرى، فانت كل ما تخلص السد البوري مالتك راح يكون هناك منفعه للناس الاخرين اللي يكونون بالاطراف. نعم. زين. نعم. زين، اليوم انت اليوم من قارنا يعني استاذ عدنان بالدول، اليوم الدول اول شيء ما عندها مثل اعظم نهرين اللي هم دجله والفرات. الثاني شيء المدخول الشهري. اذا ترفعين الصوت. يعني استاذ عدنان اليوم انت من تقارنا ويا الدول، ايه؟ اول شيء احنا عندنا اعظم نهرين. هاي بالمرتبه الاولى. اعظم نفط؟ اعظم نهرين اللي هم دجله والفرات. هاي واحد صحيح. زين. ثاني شيء اليوم بالنسبة للناس اللي عايشة بالدول المدخول الشهري إلها عالي جدا، إذا تقارنا بالنسبة للعراقيين اليوم أكو ناس عطالة بطالة 5000 ما حصلتها اليوم. أكو وليش قد نسبتهم بلصت؟ منو الناس العاطلة عن الناس العاطلة واللي تاكل من الزبالة هواية نسبتهم. ايه؟ يعني أنت إعلامية أتحداك تعطيني نسبة. يعني هي وزارة التخطيط ما عندها نسبة حقيقية اليوم. أنا أعطيك النسبة. ايش قد نسبتهم؟ نسبة الخط، اكو نسبة يسموها تحت خط الفقر واكو نسبة مع خط الفقر. نسبة خط الفقر يفترض المواطن ان يكون المصروف الشهري الواحد 100 اقل مو اقل من 105,000. فهذا المواطن يعني العائلة المكونة من 4 نفرات يفترض على الاقل 400 تقريبا 450,000 ويفترض بوزارة العمل. اي وزارة لازم تعطيهم، فاللي 450,000 اقل يعتبر تحت خط الفقر، لذلك وزارة العمل الان تنطي رعاية اجتماعية، بس اكو قرار من الحكومة كل عائلة ما تحصل 450,000 المفروض الدولة تعطيها من وزارة العمل. اللي يصير شنو؟ اللي يصير دائما مجلس النواب وغيره وغيره والوزارة المالية تأجل تطبيق هذا القرار، تقول ما عندنا هذا النسب، فيعطون 170 200 250 هاي نسبة، واكو نسبة أخرى المشكلة الرئيسية اللي ما مسجلين بالحماية الاجتماعية بالرعاية. على طاري الرعاية مشكلة كبيرة جدا أستاذ عدنان، على طاري الرعاية وأنا أشرت إلى ذلك ست هبة، أشرت إلى أن تطبيق أو توزيع الثروة ليس بشكل عادل للمواطنين. مثال يعني أنا موظف بالدولة العراقية، تعطيني أنت مكافأة مال عيد وتعطيني زوجية وأطفال، ليش ما تعطي زوجية وأطفال للخطية ذول القاعدين اللي ما عندهم شغل؟ ليش ما تعطي زوجيه واطفال ذول قاعدين بالحواسم ويشتغلون بالتكاتك او يشتغل بالستوته؟ استاذ عدنان على طاري هذا سؤال، هذا سؤال، اكو عدم تطبيق حقيقي لتوزيع الثروه بشكل عادل في العراق. استاذ عدنان على طاري اليوم راتب الرعايه، يعني قبل فتره احنا وصلتنا مناشده من مواطن مقدم على راتب رعايه. نعم. من طالعت له اللجنه يعني تكشف على البيت ووضعيته ووضعه المالي. نعم. لاقين عنده بلازما. قال لي لا انت يعني ما مستحق، انت فوق خط الفقر. يعني اولا اكو فشي يعني بالاعلام، اولا مو كل شيء يقوله المواطن هو صحيح، هذا واحد. ثانيا مع الاسف حتى في وزاره العمل هناك نوع من الفساد اللي هم ذول يخلوهم ما ادري يسموهم باحثين او فتشي. نعم. هذا يروح يسوي كشف على البيت. هذول هم كذلك مع الاسف ياخذون فلوس، هذا اللي ياخذون من عنده فلوس يخلونه، واللي ما ياخذون من عنده فلوس ما يعطيهم يكتبون عليه غير مستحق، هم موجودين هذه يعني النسبة. يعني صحيح هاي المعلومة انه هاي المعلومة صحيحة، انا متأكد هناك في وزارة العمل مجموعة يعملون بهذه الطريقة. بدليل الان اكو جماعة عندهم لوريات قبل وزارة العمل وعتهم يعني على الكلام اللي ذكرته عندهم لوريات ست هبة وعندهم اسواق وعندهم يعني اكو وحدة من المشاكل انه اليوم سائق التاكسي محترم الان من تشوفه انا من اروح العمان او اروح البيروت سائق التاكسي لابس قاط ورباط وفد شيء يعني كلش جميل زين. احنا هنا سائق التاكسي يعتبر نفسه عاطل عن العمل، يا ليش عاطل عن العمل؟ يقول مو انا مو موظف بالدوله.
ما يصير هاي الفكره، الفكره كنت تطلع. المشكله استاذ عدنان نحن مشاكلنا هوايه بالعراق، ما يخالف يعني هاي المشاكل الاخرى بالعراق، عندك حضر، عندك ايام زياره، عندك الاوضاع الامنيه المتوتره. والله العظيم كلام صحيح، العالم ماكو شغل وعمل. كلام صحيح. لا لا, لا 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 هاي كذبه، ماكو شغل وعمل. لا انا بدي احكي لك على ايام اللي يصير فيها حظر. ست يا عين يا ست، لما العراق يستورد افضل الموديلات النسائيه والرجاليه وافضل موديلات الاثاث، ها، وتجينا من ماليزيا ومن اليابان ومن تركيا ومن اوروبا ومن اوكرانيا، كل شيء. اليوم المراه العراقيه من تطلع، ها والله هذا التمن بزمتي مو زين، خلي اخذ هذا المشقاب، خلي اخذ هذا الهندي، هاي الحقيقه. لو يقارن المواطن وضعه بالوضع السابق كان قال لا والله الان الحمد لله. هاي القضيه مال 75% 90% من العراقيين ياكلون من النفايات، عيب، عيب هذا الحكي، عيب على اعلامي يتحدث بمثل هذا الموضوع. 3 ملايين عراقي مسافر قبل سنتين الى برا للسياحه، شلون طلعوا ذول 3 ملايين؟ 55,000 في عام 2019، 50,000 حاج راح الى مكه المكرمه، ايش قد كانوا قبل بعهد صدام؟ ب 2003 3000. شلون انتقلوا من 3000 الى 50,000؟ اكو قدره شرائيه زادت. خل نعترف، خلينا نعترف اكو قدره شرائيه زادت. اكو ناس يعني عندها فلوس والله ممكنها تسافر، تروح للحج، تروح جيد. السياحه. اذا هاي نسبه كبيره. لما يكون 3 ملايين مواطن، يعني من 3 ملايين عائله. استاذ الباقين اكو طبقات معدمه، يعني تتغدى ما تتعشى. اتفقت، اتفقت وياك. ذولا اللي يراد انه الرعايه الاجتماعيه تشملهم. ذول الاعلام كنتم تسلطون اي واحد. استاذ مو اكو روتين، اكو تعقيدات اليوم بموضوع راتب الرعايه، يعني مو اي شخص يعني اليوم دا ينطوه. ست عيني ست، اني خل شويه احكي على الاعلام، لان عندي وقت الان لبعض الامور ما ذكرناها. الاعلام في العراق عنده مشكله، مشكله اسمها الطشه. والاعلامي عنده مشكله اسمها الطشه، هو يريد يطش على حساب اي شيء، كذبه، ارقام غير صحيحه، اي شيء يذكرها. وهو يعني مترهي، ليش؟ لان عندنا هيئه الاعلام والاتصالات نايمه. زين. بينما هذا الاعلامي ما يقدر بمصر ولا يقدر بتونس ولا يقدر بالمغرب او تركيا او ايران او السعوديه يتحدث بارقام كيفه، يشيلونه ويذبونه بالسجن ويروح هناك على قولتهم مو بزعبل. بالعراق لا، الاعلامي بكيفه، ما طول يحكي على الحكومه، اي والله زين هذا، ما طول يحكي يعني اليوم الاعلامي غير تجي مناشده هو يطرح مناشده الاعلامي يكون يروح في اسمه جوجل، جماعه يسمونه آية الله، يروح الجوجل ويديك ويروح الارقام. انا حضرتي يعني المواطن البسيط الاعلامي البسيط، رحت لوزاره التخطيط واخذت من عندها الارقام، رحت لوزاره التربيه، رحت الامانه بغداد، رحت لوزارات اخرى وجبت الارقام وسطرتها الان بالصفحه، واتحدى كل اعلامي ان يقول هذا. شنو العبره من رحتك استاذ عدنان؟ نعم. ليش رحت اليوم للوزارات وجبت الارقام؟ انا عندي اعتقد بنفسي عندي حرص على الدوله، انه النظام السياسي الجديد نظام فاد العراقيين، يقولون نظام بشع، لا، نظام ما ساوى بالمواطنين، لا، بس انا قريت الثروة النفطية نعم يجب أن توزع بشكل عادل. نعم. أما اليوم أكو حرية رأي، أكو حرية طقوس، أكو حرية إنشاء. وين حرية الرأي أستاذ عدنان؟ حرية الرأي طبعاً. شلون حالة سلبية اليوم؟ شلون قدرتوا تفتحون فضائية أنتم؟ أستاذ عدنان شلون قدرتوا؟ أكو ناس اليوم من تطلع. لا لا جاوبيني على هالسؤال، شلون قدرتي تفتحين فضائية؟ أكيد بالموافقات حصلنا. شلون؟ بالموافقات وفتحنا. لا شلون بالموافقات؟ أكو قناة 9 وقناة 7 وقناة الشباب، هذن فقط يتحدث بهم صدام وطارق عزيز وعزة الدوري. انت شلون تقدرين الان فتحتي فضائيه وذاك فاتح جريده وهذا فاتح اذاعه وهذا فاتح يا استاذ عدنان غير يعني العالم تطورت، العالم وصلت له، العالم تطورت واحنا تطورنا مثلها يعني. صحيح؟ احنا ما نقول اليوم بالعراق اكو حريه راي، اليوم اكو محافظات بالعراق يعني من يطلعون ناس ينتقدون حاله سلبيه خصوصا الناشطين والاعلاميين. لا 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 نتحدث عن حريه الراي. نتحدث عن حريه الراي وعن المواطنين اللي يحكون على الدوله. الان جيد حريه الراي والتعبير. يعني انا يوم من اطلع انتقد حاله سلبيه حضرتك انت قبل طالعه مظاهره مثلا بساحه التحرير، ها تقولين كلا كلا عزة الدوري؟ اكو واحد قبل مثلا واقف زين بساحه الفردوس ويقول كذا كذا من صدام؟ استاذ انا وياك في هذا الموضوع. اذا اكو حريه تعبير، اكو حريه تظاهر، اكو حريه اعتصام. نعم. اكو حريه اذاعات وتلفزيون. هاي تقولي لي اكو نوع منفلت؟ نعم. يفترض بهيئه الاعلام والاتصالات ان تقوم، هي عندها طبعا مدونه السلوك، اي اعلامي يتجاوز هاي مدونه السلوك
يروح ياخذ الجزائر. استاذ عدنان، اليوم انت بتستضيف ناشط او اعلامي ينتقد لك حاله سلبيه او ينقل لك هم مواطن، نتفاجئ بعدها انه مذكره القاء قبض على هذا المواطن او الناشط، وين حريه التعبير؟ انطيني امثله. عندنا هوايه خصوصا بمحافظه البصره. طبعا اسمحي لي اولا بالانبار عندك انت قاريه القانون يعني القوانين يعني انا يوم نطلع انتقد حاله سلبيه اتعرض للتهديد او اتعرض بيئة. اليوم لي انت قاريه القانون مذكره القاء قبض؟ ست بدون زحمه معليش. نعم. اكو واحد طلع بالنجف صاح ماي ما عندنا يودوا لي الاهوار وما يعطونا وخلف الله على صدام وفاشي. طبعا اخذوه الامن الوطني. ليش؟ لانه هناك اكو اساءه، اكو قانون عندنا تجريم حزب البعث وتجريم النظام الصدامي. لما انت تتكلم هاي مو حريه، حريتك تنتهي عند حريه الناس. استاذ اللي يطالب بحقه يطالب بحقه في القانون. اكو قانون رقم 111 قانون العقوبات 111 لسنه 1969 معدل، هذا قانون العقوبات. انت لا تسوي تشهير على المواطن. ما يصير انا اليوم على ست هبه اروح انشر عليها اقول كذا وكذا وكذا وكذا، راح من تحاكينا اقول والله حريتي الشخصيه. حريتك الشخصيه شيء، والتجاوز على المواطنين والتشهير بهم شيء اخر. خلينا ننتقل ليش ندخل بهذا الموضوع؟ خلينا ننتقل. انت تقولين ما شفنا شيء ورا السقوط. سؤال، اكو بالدول شيء اسمه الناتج الاجمالي، الخطط التنمويه، الخطط الخمسيه، مو؟ نعم. مستوى النمو، شلون يقيسونه؟ يقيسونه يقولون مثلا احنا مستوى المياه، المجاري، التبليغ، الجسور. فيقولون مثلا كانت عندنا نسبة 10%. اليوم سوينا زيدناها بهذه السنة زيدناها إلى نسبة 12%. فمن 10% إلى 12% صار عندنا زيادة 2% مثلا، صحيح؟ نعم. ويا جيد. فإذا بهاي الحالة يجب على الصحفي أن يروح يتقصى عند جوجل انترنت ويطلع أرقام ويجي للبرنامج. مو يجي للبرنامج للطشة. ننتقل لموضوع الصناعة. صناعة المجاري، ما خلا احكي عن المجاري وننتقل لموضوع الصناعة. زين. في عام 2003 الدولة العراقية الحديثة تأسست عام 1921 إلى عام 2003، نظام ملكي، نظام قاسمي، نظام عارفي أول، نظام عارفي ثاني، نظام البكر، نظام صدام حسين. إذن انتهت هذه الدولة عام 2003. إيش قد المدة مالتها؟ 82 سنة. المدن اللي سوت بها مجاري مثلا زيونة كان بها مجاري، زين؟ من عهد عبد الكريم قاسم. مثلا الصالحية من عهد عبد الكريم قاسم. مثلا الكفاح وهكذا. وأكو مدن اشتغلوا بها نظام صدام، في بعض المدن سوى مجاري، من ضمنها مدينة الثورة عام 82. جيد. إيش قد نسبة وصلت نسبة المجاري بالمدن؟ المدن الاحياء العراقيه اللي بها مجاري عام 2003 كان 7% من المدن العراقيه. يعني لو افترضنا 100 مدينه عراقيه، 7 بهن مجاري وال 93 ما بهن. نعم. جيد. اجى هذا النظام الجديد الفاسد، نظام الملالي والمعممين والعملاء، مو؟ نعم. هذا الاعلام ايش يقول؟ يقول هذا؟ اشو هذا الاعلام؟ هذا النظام على فساده. استاذ عدنان، من اللي يقول هذا الكلام؟ الاعلاميين، كبار الاعلاميين. وما انتم قلتوا لي لا تذكر اسماء، وترى اذكر اسماء واسوي لكم مشكله. لا بدون دعوه قضائيه. اسماء جيد، لان احنا عندنا نعوف الاسماء كثيره. ها ها. نعم. استاذ عدنان، انت طرقت لي موضوع المجاري، زين الفيضانات اللي صارت بوقت الانبار. راح اجاوبك. فهاي 7%، هذا النظام الفاسد جسد هذا الاعلام اللي ذكر هذا الموضوع. وياك هي شوارع كلها فاضت. ممتاز. 7%، ايش قد قولي لي ايش قد ارتفعت النسبه؟ 35% في عام 2019، يعني 5 أضعاف. هاي الحكومات الفاسده رفعت نسبه المجاري، سوت مجاري بالمدن العراقيه بحيث وصلت الى 35%، بمعنى أكثر من 5 أضعاف ما بني من مجاري في 82 سنة. هذا إنجاز لو مو إنجاز على قولتكم انتم الإعلاميين. هذا إنجاز لو مو إنجاز. هذا واحد جيد. راح تقولي لي جيد، بس احنا شفنا فيضان. راح أجاوبك. شفنا فيضانات. بس انطيني ثواني، أنت بدك تحكي على محطات، بس شبكات الصرف الصحي هي نفسها ما تغيرت.
ما شفنا شبكات لا لا جديدة لا 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 انت ما فهمت قصدي. شبكة المجاري يجون للمدينة اكو شبكات بدلت؟ اسمعيني مو بدلت سووا جديد. اختي العزيزة انت رايحة الزعفرانية شهداء العبيدي العبيدي الكمالية حي النصر الرشاد الحسينية بوب الشام المعالف الشباب انت رايحة لهاي المناطق؟ هاي المناطق كان ما بيها بدلوها؟ اسمعيني في 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 العمارة كانت منطقة واحدة بالعمارة اسمها عواشة في مركز المحافظة فقط هاي المنطقة خلينا نقول بقزيونة فقط هاي المنطقة بالعمارة بالمحافظة بها مجاري. الآن ايش قد النسبة؟ روحي روحي سيري ايش قد النسبة؟ كل الأقضية والنواحي بها مجاري. زين استاذ عدنان هسه عندك يوم زي لا 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 تستغربين لو ما تستغربين هالجانب. استاذ العمارة هم فاضت يعني صارت الأمطار قبل فترة أيضا راح أرجع لك. خل افترض استاذ عدنان هسه احنا ليش نروح بعيد؟ عندك زيونة هسه من تطب لها شوارع رئيسية الاعلامي من يعطي السؤال المفروض يستمع الجواب. نعم. فانت سالتيني على انه هاي الشبكه مال المجاري بها محطات يسوون محطه يسموها محطه معالجه تستلم هاي المياه. احنا عندنا محطات في بغداد اثنين مثلا محطه الرستميه نعم ومحطه البعيثه. الرصافه كل المجاري تروح تسحب الى محطه الرستميه ومجاري الكرخ كلها تروح لمحطه البعيثه. فكل مجاري يسووها يخلون محطه معالجه تدفع المياه الى الرستميه والبعيثه. بالنسبه للمحافظات وبغداد فاضت لو ما فاضت؟ نعم فاضت 2003. نعم. جيد اتحداك اذا تشوفين الانترنت وشفتي دبي ما فاضت والرياض فاضت والكويت لا دقيقه خلا اعدد لك وبولونيا فاضت وباريس فاضت ولندن فاضت ومدن امريكيه من ضمنها نيويورك عشرات المدن في اوروبا وفي الاقليم الشرق الاوسط وفي نعم. يعني في امريكا الجنوبيه فاضت. ليش؟ اكو قياس يسمونه اذا ارتفعت نسبه هطول الامطار عن نسبه الاستيعاب فراح يصير تكدس للمياه والتصريف مالتها راح يكون قليل. فلما فاضت بغداد 2013 اربع مرات فاضت الرياض هم بها معممين الرياض استاذ عدنان تعطيني مجال اجاوبك. اربع مرات فاضت ابو ظبي هم بها معممين ابو ظبي فضلي. نعم تعطيني مجال اجاوبك. جاوبي تفضلي. زين البلدان ذني اللي ذكرتها هاي تعرضت لسيول. السيول اليوم تختلف عن الامطار وحتى بلدنا الامطار يعني العراق في فتره سابقه تعرض لسيول. انتم تريدون سيول ولا امطار بالعراق؟ على مود نفسك انت تريدين سيول ولا امطار؟ زين هذا خلاك تعطيني الجواب. زين استاذ احنا ايضا بالعراق تعرضنا لهي السيول بالبصره والمناطق الجنوبيه والتي كانت يعني دفاعها الحشد المبارك. والله صحيح. وخلي اعطيك فكره ست هبه. شوفي الان من اقول 35% من الاحياء بها مجاري اكو احياء اخرى لحد الان ما بها مجاري وياك. والمفترض الدولة الآن بإمكانياتها بقانون الأمن الغذائي الطارئ المفروض تتقدم وتقدم خدمات للمواطنين بالمجاري بالمياه شبكات جديدة شبكات طرق شبكات سريعة. زين هذا ضمن قانون الأمن الغذائي والمشاريع. هذا صحيح بس مرة نقول ولا طابوقة ومرة نقول ولا طابوقة. لعد شلون صار 16 جسر مثلا 16 مجسر في بغداد. السائق من تصعد اي سائق يقول لك ما شايف انا ولا جسر في بغداد ولا سقوط كلهم سواء صدام ما يدري. هاي وحده. ثانيه شلون صار صح السواق يقولون من بنى اي الواقع جسر. الواقع روحي انا نشرت به صفحتي واي اعلامي الان او مواطن يعني يستغرب من هذا الحديث ويقول هذا رجال يجوز الحكومه دازته يجوز الاحزاب خليه يروح يشوف صفحتي ويشوف الارقام وانا وياه الحكم بيناتنا وزاره التخطيط. نعم يعني عندك استاذ عدنان ابسط شيء هسه منطقه زيونه من تجي تشوف شوارعها متروسه مياه مجاري. يعني هسه اليوم منطقه راقيه. اليوم اروح القاها بها مياه امطار؟ مو مياه امطار، مياه مجاري. مياه مجاري موجود عندكم بلديه زين والبلديه اذا ادائها مو زين تتصلون بامين بغداد وتصورون الصور وانت قلتي اكو حريه اعلاميه. نعم. ودسها الى الشكاوي وقلت تفضل هاي زيونه في عام 1950 المشكلة أفضل شوارع دلوقتي. رئيسية يعني بزيونة تتعرض انه المياه الامطار يعني القصد مياه القصد انت هاي تسألين يعني يوم اللي انا اشتكي حالة جزئية مع العلم هي البلدية مقابلها الافرع ست هبة
انت تسالين عن موضوع يسموه استثنائي. نعم. يعني منطقه زيونه بها شارع بيطفح. المشكلات اكو بلديه اسمها الغدير تتصلون بها ويصير استاذ الطفح. عدنان المشكله انت سولفيني الشارع مقابل البلديه. سولفيني اكو ماكو جسور، ماكو مشاريع مجاري، ماكو مشاريع مياه، ماكو مشاريع تبليط، ماكو مشاريع سريعه. انتم تقولون ماكو اعلاميين، انا اقول اكو هاي الارقام. زين. موضوع ملوحه المياه بالبصره. البصره. ملوحه المياه. البصره يمكن بحدود 85% من النفط العراقي يصدر من البصره. زين. وواحده من الاشياء اللي تؤخذ على هذه الحكومه والحكومات السابقه ان المواطنين يتاثرون كثيرا من الغازات المنبعثه من محطات النفط، محطات التكرير وحتى الابار، ابار النفط. وبالتالي يصاب الكثير من المواطنين حقيقه بامراض عديده من ضمنها الامراض السرطانيه. ولذلك يفترض ان يكون ان تكون تخصص الحكومه للبصره يعني مبالغ تختلف عن المحافظات الاخرى، باعتبار هي مقدمه 85% من الثروه، يعني انت لما تصير الثروه النفطيه مثلا لهذا العام الموازنه 100 مليون 100 مليار مفترض 75 مليار، هاي اكثر من 75 مليار هي من البصره، فاذا لازم انت تراعي البصره عن هذا الموضوع. نعم. هذا اولا. تقولي لي الان البصره يشربون مي مالح، اقول لك لا، بدليل اذا واحد يشرب مي مالح لمده سنه لمده اسبوعين يشربون مي مالح، شوفي ايش يصير عندك بالكلى، مو والمفروض خلال اسبوعين استاذ عدنان العالم بدها تشتري المي. لا 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 اسمعيني، اولا يشترون طن، اولا انت تقولون يشربون مي مالح، حسوا واحد من اثنين، لو انت تقولين يشربون مي مالح، لو تقولون يشربون مي ارو، اذا يشربون مي مالح راح يموتون. البلد يجيهم مي مالح، هم دا يضطرون العالم يشترون مي ارو، دا يضطرون يشترون المي الارو، صحيح؟ اكو ناس ما عندهم قريه دا تاخذ وانت تشترين مي، انت تشترين مي ارو ولا لا؟ احنا للشرب نشتري مي. وانا اشتري مي ارو، جيد. واعطيش معلومه، واعطي معلومه للمواطن العراقي، ان سكان لندن واغلب سكان اوروبا يشترون مي ارو. استاذ عدنان احنا بوقت سابق من كنا نسمع انه الاردن عندها ازمه مياه ويشترون مي شرب، يعني كنا نتعجب صراحه. جيد. اليوم المواطن هو اللي قام يشتري مي. الانتقاله من الاعلامي يفترض ان تكون انتقاله بعد استيفاء الجواب. نعم. الان اهل البصره يشربون مي مالح، اذا شربوا مي مالح راح يموتون. جيد، قلت لي لا، يبارون على المي المالح ويعوفوه فيشترون ارو، ممتاز. اذا عندهم خطيه تكلفه بالفلوس، قام يشترون مي ارو يسبحون به، يشترون مي يغسلون الماعين، ويشترون مي ارو شو اسمه يغسلون به الهول، صحيح؟ زين. اذا هيجي اهل البصره مظلومين، هم مظلومين صحيح، بس مظلومين في قضيه شرب الماء خطيه، فاذا شربوا المي المالح على هذا اللي يصار بالاعلام يفترض خلال 10 ايام 25 يوم كلهم يموتون. هواي حالات تسمم ما تعرضوا لها. تسمم؟ اي نعم، وامراض جلديه بسبب هاي المياه. لا لا لا، هذا موضوع اخر اسئله عليه، موضوع الصحه شوف يعرفوا شنو الاجوبه. المي اللي بيه ريحه او بيه بكتيريا وهاي ممكن ياثر على المعده وغيرها وغيرها ويسوي امراض. بس مو يعني مثل ما قلتي اختي العزيزه. زين. الان البصره تاخذ كهرباء بقد ما كان ياخذ العراق عام 2003. عندك شيء رقم؟ العراق كان استاذ البصره وضعها خاص. ها؟ جوها مختلف، مناخها مختلف. مناخها مختلف، بس ايش قد تاخذ؟ جيد، عندك معلومه اهل البصره ايش قد عندهم ساعات من الكهرباء؟ هي المفروض 24 ساعة لأن المفروض بس هم عندهم من 20 ل 22. زين. جيد. احكي لي بعد شو تريدين من الخدمات؟ ننتقل للصناعة لأن الوقت صناعة؟ نعم. الصناعة اكو مصانع كثيرة انشئت بالعراق سواء كان للقطاع الخاص أو للقطاع الحكومي. أولاً المواطن دائماً ينظر فقط للحكومي بينما من أروح لأوروبا سمعيني من أروح لأوروبا أشوف شركة نعم. توتال او شركه جنرال الكتريك في امريكا او شركه سيمنز في المانيا. نعم. هذه الشركات مو حكوميه، ليش احنا نعود من 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 واحد يسوي له شركه الاتحاد مال السكر ها وتسوي تغطيه
كامله يعني بالاكتفاء المحلي، ما حد يشير الى هاي الاعلام، ولا سويتوا لنا برنامج قلنا يابا شوف هذا الشكر انتاج عراقي صحيح، مواد اوليه تجي من برا، ما حد يدري، حتى الاعلاميين اي شيء قطاع خاص ما يعتبر للبلد، اي عماره اليوم عاليه او فندق جميل ما يقول هذا فشي جوان، مو هذا قطاع خاص، مو هذا مال مستثمر، يعني المستثمرين في اوروبا حلال، اما المستثمرين في العراق حرام. فالصناعه عندك معلومه ايش قد عندنا معامل مال اسمنت؟ عندك معلومه ايش قد عندنا معامل؟ استاذ عدنان اليوم مستثمر احنا بدنا نعطيه ارض مجانيه. اي. اليوم يبيع للمواطن المواد باسعار غالي. اعطيني مثال. مجمعات سكنيه عندك ابسط شيء. اي ها جيد، احنا عندنا ازمه السكن. يعني هو يحصل الارض مجانا، بنى هاي الشقق بده يبيعها باسعار خياليه، يعني المفروض اليوم المواطن الفقير يقدر يشتري بهاي المجمعات. يعني اولا هي مو باسعار مجانيه، هذا شوفي احنا عندنا مشكله اسمها مشكله السكن. واليوم انا عندي اخ مقيم في بريطانيا. نعم. يقول في الضواحي البريطانيه، يعني مو بالمركز، بالضواحي، خلينا نفترض شلون بغداد، بالحسينيه او باليوسفيه او فلان شيء، تقدر شقه تاجرها ب 500 دولار. اما الان يعني في بغداد الايجار بقى الشقق هم 750,000 مو واكثر ومليون وغيرها. فاذا عندنا مشكله سكن حقيقيه. زين. واسعار خياليه الان بالكراده كذا ورقه للمتر المربع الواحد. لما الحكومه تسعى ان تجد مشاريع للسكن وهي غايه قادره، اليوم الحكومه من تعطي توزيع اراضي، شنو اللي يصير؟ تفضلي صدام انطى بهاي منطقه يم تكيا كزنزانيه يعني قبال ابو تشير، انطى تقريبا 23,000 قطعه او اكثر. سقط صدام وراح، وعندنا اليوم تقريبا 20 سنه وما سووها المواطنين، ما بنوها، ليش؟ البناء يفترض ان يكون خدمات مباشره مع القطع. اما تبني قطعه وقاعد تراب ما تفيد. فلذلك المواطنين ما بنوها، من صارت يعني خلينا نقول صيغه رزق للدلالين. هاي وحده. فالان الدوله تحاول تعطي للمستثمرين فشيء مميز، شيء بنوع من الحوافز لكي تكون هناك مجمعات. وبالفعل انا رحت للنجف قبل ايام، لقيت عشرات المجمعات الاهليه ساكنه بها الناس، مدارس حلوه وكلها تبليط وكلها يعني استاذ عدنان اماكن النفايات وايد فشيء راقي، كلها راقي. استاذ عدنان احنا الوقت بدا يداهمنا وملفات كثيره المفروض يعني نطرحها، لكن تعرف الوقت. سؤال اخير لحضرتك، اليوم ولا طابوقه شعار حقيقي ام تضليلي؟ ولا طابوقه سمعته من بعض ال احنا نريد نعرف رايك الشخصي. اي بعض الاعلاميين. زين. واني كنت اشوف انه اكو مشاريع. فبالفعل قلت ما طول يقولون ولا طابوقه، خل انا اطلع المشاريع اللي شفتها. زين. مثلا قلت لك العماره كانت 5% بها مجاري، اليوم 95%. جيد. نعم. هذا على قولة جماعه هذا انجاز له مو انجاز؟ ممتاز. السماوه مثلا المدارس من عام 1921 الى عام 2003 تم بناء، يعني شوف كم عهد، 82 سنه، تم بناء 12,000 مدرسه. اجوا ذول المعممين والجسمه والفاسدين هم بنوا 12,000 مدرسه ب 17 سنه. وذولاك بنوا مدارس ب 82 سنه. جيد. نجي الى موضوع الجسور، نجي الى موضوع المجسرات، الى موضوع التبليط، الى موضوع المتنزهات، كلها الان اكثر من السابق. نعم. لكن اكو شيء واحد، اكو اعلام اصفر واكو اعلام يخاف، يقول لك بس اطلع مثلا هذا الحديث ما يصير متابعه للقناه باعتبار الناس تكره الحكومه. نعم. شكرا جزيلا. شكرا لك استاذ عدنان فرج الساعدي الصحفي الاستقصائي، وشكرا انضمامك يوم يعني كنا حياكم الله. تحياتنا لك. اكيد مشاهدينا حق الرد مكفول لاي جهه او شخصيه او وزاره ذكرت من خلال البرنامج، احنا منبرنا حر ونستقبل كافه الردود على الكلام اللي ينذكر من خلال برنامج المعتمد. وصلنا لكم مشاهدينا ختام حلقتنا هذا اليوم، انتظروا يوم غد ان شاء الله حلقه جديده من برنامجكم برنامج المعتمد، تحياتكم وتحيات كادة عمل جميعا، الى اللقاء.